جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. عندنا مع المهنة في بخصوص بعض المواد صار معناتها صار تطبيقها، وإن شاء الله معناتها نكملوا هكا شهر رمضان، وتو عدينا الجمعة، جا الأسبوع الصعيب عديناه دونك، والتزويد كان في المواد ما شهدنا نقص في حتى مادة، وفي اللحوم الحمراء التزويد اللي كنا عاملين عليه الحق بالتعاون ما بين شركة اللحوم والمزودين الخواص تعدى بكده البرنامج الطبق، والمراقبة خدمت زادة في معناتها قامت بمجهود خاص السنة في الأسبوع الخمسة أيام الأولى متاع رمضان، عدد الفرق اللي موجودة على الميدان وعدد الزيارات كانت 4 مرات أكثر من سنة الفارطة بهذو من الإحصائيات اللي كانوا عندي برح في الليل. أما هذا سيد وزير ما يمنعش أنه فما الأسعار الحمل مثلاً الحمل العلوش كانت المفروض أنه بش يكون ب 19.200 لكن قاعد بنفس الأسواق اللي يخدموا بها الجزارة، ما تغير شيء. شوف احنا الحمل علوش بالنسبة لسوسة ما صارش تزود، ما فماش طلب من تجار سوسة باش تزودوا بالحمل الضأن المبرد اللي هو في السعر متاعه مضبوط ب 17 دينار و200
وهذا موجود في خاصة في تونس في بنزرت في صفاقس في مستير. ما فماش تجار من مدينة سوسة اللي طلبوا التزود. يمكن على خاطر المستهلك في سوسة خير الحم الضأن المحلي اللي هو ما صارش فيه تزايد. واضح. بالنسبة لزيارة اليوم سيد الوزير السوسة، يعني يمكن أهم النقاط اللي درستوها مع أهل القطاع. احنا اليوم جينا باش نزور الفرصة اللي كانت عندي زيارة مبرمجة من سوسة ما نجمناش مالغزمان نقوموا بها قبل شهر رمضان، دونك هذه فرصة باش واحد يزور الأسواق يشوف الأسعار، نحكيوا مع أهل المهنة زادة على ظروف تعاتي العمل متاعهم، خاصة زادة فما تجار المدينة العتيقة والمشاكل اللي موجودة في الولايات الكل متاع التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي. واحد يجم يعين نفس في المكان شنو من الإجراءات اللي قايمة بها البلديات والولاية بالتعاون مع وزارة التجارة باش نحدوا من الظواهر هذه. تداخل المصالح نتاع الصناعيه والتجار خلاه يكون اليوم رانا احنا في شوز ديما نتكلم على الفن تاعي والاقليم سي عام. اليوم نحب نروح نشوفها نحب نتكلم نحب جوهره اف ام الدنيا ما فيها